خالد، كنت عايزة أتكلم معاك شوية. مش فاضي. معلش، كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم. ما بقتش أحب أشوفك. ماشي يا سيدي، استحملني شوية كمان. وأنا مش قلت لك قبل كده إني ما بحبكيش؟ معاك حق، ولو قلت أكتر من كده مليون مرة برضه هيبقى معاك حق. خالد، أنا مبسوطة قوي إن أنا حامل. عمري ما حسيت ان انا مبسوطه وراضيه قد دلوقتي. عمري ما كنت اتخيل ان الدنيا ممكن تفتح لي دراعتها بعد ما سمعت الخبر ده. كنت فين لما لا كانت مع بابا في المكتب؟ ايه ده؟ مش فاهمه انت تقصد ايه. لو كنت جاوبتي عليا من غير ما تفكري كنت اتاكدت ان مالكيش علاقه بالموضوع، بس ما دام فكرتي كده وعينك زغت يبقى اكيد في حاجه غريبه. انت ليه مش عايز تصدقني؟ ليه مش عايز تصدقني ان انا معترفه ان انا كنت غلط وعايزه ابتدي من جديد؟ كل اللي انا عايزاه ان انا اعيش واربي ابني اللي هو ابنك. اقول لك على حاجه؟ انا في موضوع بكتشفه كده، لو عرفت ان مالكيش علاقه بيه انا هسكت ومش هعمل لك حاجه، بس لو سابت لي عكس كده هلف حبل المشنقة حوالين رقبتك. ايوه خالو، انت فين؟ انت فين؟ انا محتاجاك ضروري. يعني ايه مسافر وهربان؟ انا في مصيبة، في مصيبة، انت مش فاهم. انا ايه الاخبار يا دكتور؟ طمني. وقعت السلم نزلت الجنين. انا اسف. لا حول ولا قوة الا بالله. الله، شبه ماما يا حبيبي. ملوش هيصة، هتصحوه. شايف جميل ازاي؟ شوف شبهك يا خير. اوعى تقسى عليه زي ما كنت بتقسى عليه. تعبانة، لازم أنام عشان أنام معاه وأقوم معاه. بيقولوا الأطفال بتتعب قوي في الشهور الأولانية، عشان كده لازم أنام دلوقتي وأصحى معاه. حلو ازاي؟ شبهي صح؟ يا مجنونة مجنونة. شايفة يوسف؟ شايفة الست دي بتعامل ابنها ازاي؟ انا بقى ما بحبش الستات دي خالص.
اوعى تغيب عليا تاني. اخر مرة سافرت قلت لي هترجع وما رجعتش، انا بزعل منك. مجنونة 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 مجنونة. الحب ليس حالا اعيشها وليس امراه نعرفها، انه حياه تملكنا وتتحكم فينا، تجعلنا ننسى انفسنا، نتلهف للقاء من نحب، ونسعى الى ان نكون معا سواء على الارض او في السماء لنصبح روحا واحده. اشتقت اليك كما لم أشتاق إلى أحد من قبل، اشتقت إليك كما لم أشتاق إلى أحد من قبل. مش قلتلك ما تلعبش بالكرة عشان هتتعور؟ مش عارف إن ماما بتخاف عليك قوي عشان نجوى، عشان لو رحت هناك قلتلي ان انت بتحبني يا يوسف. بتحبني انا وبس، انا وبس. جيب لي فيلا، جيب لي فيلا كبيرة كده. هتتعور فيلا كبيرة. لو تعورت انا مش عارف كده تتعور. وعربية خالد تضربك. وعربية وصوفيا تيجي هي ولا هي. عايزة فستان شعر نصف فستان أبيض. المحروم الحقيقي هو من لا يملك حبا، والمحروم أكثر من ذاق الحب مرة ثم انقطع عنه إلى الأبد. متأكد إن يوسف دلوقتي مستريح عشان خدت له حقه. الله يرحمك يا يوسف.